هايا وهيك كنا عم نغلبط او شيء نقول هي هايا 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 هي دبل اي هايا اتش ار اي واي ار اتش اي اي واي اي انه هايا هايا شو يعني هايا؟ هايا البنت الصبية الحلوة مثل كانك عم تقولي هايا ايه كانوا عم يقول هايا كانوا كثير هي هيك بتاعنا يعني هيا اليوم بخطواتك اللي بلشتي فيها بتحسي وين في فقره ناقصه لتكوني اكثر ثابته هو مش ناقصه هي لازم تكون يعني انا بحس مكمله يعني انا بهمني اول شيء اداره الاعمال كثير يعني نعم. مهمه هيدي شغله كثير مهمه بتعمل حفلات ايه هيدي شغله يعني مفروض تكون عندي موجودة بلس انه يعني بعد كمان انه شغلي اقدر وسعه وانشره بطريقة بعد اكبر شوي اكبر من هيك فكرتي يوما نعم فكرتي يوما ما انك تقدمي على برنامج هواة مثل سوبر ستار مثل ستار اكاديمي مثل كتار يعني وقت اللي فكرت كان يعني ما بصراحة ما كتير يعني كان بهمني الموضوع كان بهمني أكتر إنه اشتغل على صوتي يعني حسن صوتي وهيك وكان هدفي أكتر هو الإنتاج يعني يكون حدا يعني إنه ممكن ينتج عملي وانزل على الساحة هذا أكتر من إنه إنك تشاركي ببرنامج هواة من منظوري كفنان اليوم كيف تلاقي برنامج الهواة هل إلى الحماس إنه الإنسان الموهوب بيشترك ببرنامج بتلاقي بتفيد؟ إيه أكيد يعني بتفيد إنه ليش ما بدها تفيده إذا هو يعني إذا هو شايف إنه هذا المكان هو اللي بيعطيه الفرصة لينطلق إنه ليش لا؟ بس أنا كان بالنسبة لي ما شفت هيك نعم ما هيك شفتها يعني شفتها مثل ما قلت لك يعني بطريقة تانية إنه أشتغل على نفسي أنا خارج الأكاديمية يعني أو البرامج الهواة نعم. ويكون في عندي إنتاج تقدر أنزل على بمين متأثرة اليوم من الفنانات أو أول ما بلشتي تحلمي أو تفكري إنك تعملي فنانة خبرينا قبل إمتى بلشتي تفكري مين اكتشفك ومين متأثرة من الفنانات أنا يعني من أنا وصغيرة موضوع المغنى هيدا إنه يعني صوتي بضله بالبيت يعني عم دندن وهيك تحت الدوش ولا هيك نسمع دائما بقول كيف ما بتغني ايه بس لمين بتغني كثير معارضين لمين كنت بتغني قبل ما تحكي شوف كثير انا بحب مثلا بصير بدندن اشياء لعبد الحليم فيروز ماجده انا بحبهم كثير كثير بحبهم بسمعهم كثير بحبهم ورده حلو عرفت كثير يعني اهلاتك معارضين ايه كثير عارضوا يعني ليه؟ كثير مش شوي يعني كنت صعب كثير يعني انه تقنع انه ايه كثير متحفظين وحيدة حضرتك ايه وحيدة نحن اصلا صبي وبنت بس لا. يعني بس ميرسي بس كمان يعني كانوا خيفانين علي بتعرف الفن بيسرق البنت في تعب في سفر في ايه فهيدا كله كان عرقلي اكيد يعني انا ما بلاقي شيء معركل الا هيدا الشيء بس انا اكيد كنت بدي انتاج يعني كيف تقتنعوا بعدين؟ صراحه لما لقوني انه خلص انه مصره حبوا هن حبوا بذات الوقت يعني ماما وبابا انه ليك قد ايه نحن عم نعارض وكل شيء انه عملت وضلت ورا هدفات عم توصل يعني حبوا فيي القوه اصراري ايه واصراري يعني هن قالوا لي مثل ما ربيناك طلعتي اخر شيء ما نحن ربيناك هيك نعم كيف بدنا نعارض شيء نحن زرعناه يعني اذا عندك اصرار انك تعندي اهلك لكرمال تحققي حلمي طبعا حيكون عندك اصرار انك توقفي على مسرح وتستمري اكيد اصلا انا بدايتي ما بعتبر بدايتي فنيه الا نهار بوقف فيها على المسرح طب لا سمح الله نحن نستبعد يعني فشلتي بهذه الخطوه كيف حتوقفي تواجهي اهلك على المسرح؟ لا انه بشكل الفن بشكل عام بالوسط الفني بالوسط الفني ايه هلا يمكن في كثير صبايا طلعوا عملوا غنيه اثنين ما قلعوا ما قدروا كملوا يمكن الشركه ما قدرت كملت يمكن لقوا بعض الناس انه ما خرجوا يوقفوا على المسرح انه في شيء عركل لهم طريقهم وخلص ستوب انت لا سمح الله صار معك هالشيء هل حيكون في مواجهه لاهلاتي؟ بالنسبه لي باذن الله يعني ما بيصير هيدا الشيء لأنه خلص يعني أنا